إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش قبل يومين من عيد الأضحى. المحطة الطرقية خاوية والمسافرين قلال بزاف، إذن مباشرة من قلب المحطة الطرقية بمدينة العرائش. هذه الأجواء بطبيعة الحال، المحطة خاوية والمسافرين قلال، الناس ما كاينش اللي غادي يسافروا في هذا العيد. هذا الحمد لله ان مدينه العرائش كتوفر على محطه طرقيه صراحه في المستوى، كتوفر على محطه طرقيه في المستوى، والحمد لله ان كاين التنظيم وكما كتشاهدوا محطه مزيانه ولكن خاويه كما كتشاهدوا، يعني ما كاينش المسافرين، المسافرين قلال بزاف. هذه هي الأجواء قلب المحطة الطرقية للعرائش. أجواء هادية بالمحطة الطرقية كما كتشاهدوا خاوية، ما كاينش المسافرين، كاين المسافرين قلال. حتى خاوية الكيران، شافوا بان عدد المسافرين قلال ما دخلوش للعرائش، والكار اللي كيجي بطبيعه الحال كيخرج في الوقت ديالو. ومحطه مدينه العرائش كتعتبر من بين احسن واجود المحطات. هذه منطقة ديال الستيام، وهذه هي الأجواء بطبيعة الحال المحطة الطرقية مدينة العرائش اللي كما كتشاهدوا بأنها خاوية، يعني الركاب ما فيهاش قليل، لكن هذا هو المدخل الرئيسي للمحطة الطرقية اللي كما كتشاهدوا خاوي وخالي من المسافرين، المسافرين قلال عكس السنوات الماضية. هذا هو المدخل الرئيسي للمحطة الطرقية مدينة العرائش كما كتشاهدوا.